تالي الاعتراض راجع حقها، خلصت الاعتراض راجع حقها، ولكن هذا لا يعني ان الرجاء ستفوز بالنقاط. مش ما نبقاوش نسرحوا بنادم، ما نبقاوش نعاودوا نابورت كوا، ما نبقاوش نعاودوا التخربيق. وبالتالي من بعد السرحه ديال بنت تايك جاب مليار وما بعناش، جات هذه السرحه باش نضيعوا فيها الوقت؟ لا، الرجاء عندها مشاكل ديالها، عندها ضوابط ديالها، وعندها يعني اهداف ديالها مسطره السنه اللي خصها توصل لها، بدون الدخول في هذه المتاهات اللي ما تفيد الرجاء بتا حاجه.